الثانية ديال الموروكو بيوتي إكسبو 2017. الجديد في هذا المعرض هو أنه معنا دول مشاركة لتجيو المغرب الأول نوبة، منهم الأردن، منهم لبنان، منهم الكويت، اللي عملوا دي ديفيلي pour présenter la coiffure et le maquillage, pour représenter aussi de ce qui se fait au niveau de leur pays. معنا ايضا مشاركين اللي اول نوبه تيقدموا منتجات ديالهم في المملكه المغربيه، منتوجات حديثه متطوره اللي الحمد لله غادي نحاولوا اون فا كونكورونسي لي مارك اوروبيان. معنا ايضا des coopératives. On a aussi donné cette possibilité aux coopératives qui commercialisent le produit du terroir pour commercialiser aussi ce genre de produit. C'est-à-dire que ce sont des produits cosmétiques mais qui sont à base de huiles essentielles ou de produits comme l'argan ou d'autres huiles. L'istikmal يعني ديال الشركات المنظمه هو الحلاق، والحلاق الاستكمال ديالو هو الشركات. يعني الدور ديالنا احنا اليوم هو الحمد لله عندنا الناس 45 جمعيه اللي تابعه للجامعه على صعيد المملكه المغربيه كلها حاضره بالقوه، جايبين الناس المستفيدين، جايين المشاركين، جايين رؤساء الجمعيات، جايين الاعضاء ديال المكاتب الجمعيات لاجل باش يدعموا هذا المهرجان وهذا المعرض. فعلا الحمد لله المعرض هذا وهذا المهرجان لقى واحد الاقبال اللي هو في المستوى عالي، اللي هو الاخوان كل شيء اللي جاء كيشوف واحد المستوى اللي ما عمره ما شافوا. وكنظن على شهاده ديال الناس اللي حاضرين معنا من الدول العربيه، سبعه ديال الدول العربيه ولا ثمانيه ديال الدول العربيه اللي مشاركه معنا، الشهاده ديالهم تيشهدوا بان اول مره كيشهدوا هذا الحجم هذا وهذا النظام وهذه الطريقه كيفاش دار هذا المعرض هذا المهرجان وهذا المعرض هذا. طبعا جئنا للمغرب بفريق متكون من 22 شخص، طبعا مثل بلدنا بصوره طيبه وصوره حلوه. طبعا معي فريق من ضمن الوفد بتكون من 10 اشخاص من النجوم الاردن بالتجميل. طبعا احنا كان هدفنا من الزياره للمغرب الشقيق انه نكون علاقات طيبه مع اخواننا في المغرب ونكون علاقات طيبه مع باقي الدول العربيه. طبعا بالنسبه للمهرجانات احنا بنحب نشارك دائما في المهرجانات لاكتساب الخبره وتبادل الخبرات معنا ومع الدول الاخرى، وتعرفي اكتساب العلاقات ومعرفه الاشخاص، وان شاء الله انه هذا الحكي بيكون نواه لمهرجان دولي كل عام يبين لنا الوحده العربيه بين الشعوب ان شاء الله، والوحده بين كل الدول باذن الله العربيه.